مسؤول. اوكي، حدا عنده نصيحه يعطيها لدقدو؟ حدا عنده كومنت على البرفورمانس تبع دقدو؟ بدي امامه تعطيني نصيحه. تكرم امامه ما خليلوش ان شاء الله تتكرم عليك وتعطيك نصيحه. انا ما اعطي نصايح، الناس ما بتفهم النصيحه نيجاتيف يعني. هذا حقي. نصيحة إذا بتفهمها إيجابية نفهمها، بس أنت شكلك بتاخد ما تعطوا نصايح بتكون تقيم. لا أقعد هون دقدو أقيم؟ نعم أحكي؟ نعم أوكي أحكي. أنا من 10 مقارنة مع البرايم الماضي بعطيه 3.5 من البرايم الماضي. ليش؟ لأنه كان كتير محسن وهيك قشط شوي البرايم الماضي. ليش؟ شو يلي قشطه؟ ما حسيته يعني مثل العادة والغلط اللي عمله هون انه بيعرف حاله بيحفظ اغاني وهيك بس يطلع، وحسيته مش مرتاح يعني. على البرايم الماضي كان مرتاح واشتغل على كتير اشياء. انت عطيته كومنت عليهم ما كان مرتاح، كان تحسه ملبك هيك. هلا في امر حلك يا امي؟ لا لا خلص انت احكي. لا لا انت احكي. لا لا ما بنخلص لبكره على بكره. انت حكيت هلا هن بيحكوا. اوكي بس شيء انه صح ولا غلط. اوكي دقدو هذا البرايم كنت كثير اقل من البرايم الماضي. كان باين انك خايف، عم تحاول تنبسط قد ما بتقدر وتاخذ تعطي مع نصيب، بس كنت شايفه فيك خوف. وهذا الاشي الغبي اللي عملته يعني حسام تبهدل كثير من ورا، فما كانش لازم تعمله بالمره. يعني لو نسيت الكلام كان اهون من انك تكتبه. ونسيفه قدك اكيد. انا ما بعرف نصيحه لإلك بس يعني بتعرف قد ايه بحبك، شو قصدي اشي عشان ما تعيدها يعني. بس ساره دقدو بيعرف انه صوته كثير ضخم وحلو، هو دائما بيحاول انه بس يطلع مع فنان يحاول دائما يطغي عليه. ده نفسك كنت اقول. فدقدو حس بالضعف قدام الشخص اللي فاز ب لا هو ممكن اقول وما عرف شو بده يعمل، فخاف من الكلمات وغنية وبطل مرتاح المسرح. حس بنصيف قديش مرتاح بغنيته وكيف عم ينط على المسرح، وحس انه الجمهور اللي موجود لنصيف، لانه حس انه انت ما عم تنسجم مع نصيف، انت عم تحاول تطغي عليه، فما عاد الجمهور معك، صار كله مع نصيف. فبطل مرتاح، صار كيف دي لملم الموضوع، فضاع بالكلمات، نسي الكلمات، نسي كبيره يا ساره كبيره. حطت اصبعها على الجرح ساره. اكبر غلط شو ساره كثير كبير. وهلا بدي اعترف بسر، بدي اقوله هلا بالذات لانه هيك قالت ساره، بدي اعترف بسر هلا، بدي اقوله صراحه ما بعود سر، اترك السر. لا مو سر، لا تعرفوا العالم ففكرني العالم بقى ضعيف. انا نكمل احنا نقول سر، وعبد السلام بيعرفوا السر وقالوا انه انا ضعيف. انت لو لا مو عليك، انت لو انك غنيت بشكل نسمة. طبيعي ايه اوكي نسمع، انت بتعرف السر بشكل طبيعي مثل ما بتغني بالعاده. سؤال بس، هي المخلوقه اللي قاعده بالنص بس بتعرف السر؟ قال لي قيمي، قال لي عبد السلام، واللي حلفته لعبد السلام ما يقول نسمع قيمي. مش عارفه يعني، ما عندي مش عارفه. اوكي انتبهي يا نسمع، هي بتعرف الموضوع لانه نقدر نقيم حدا، هيدا شيء مفروض نكون وصلنا له بالاكاديمي. يعني نحن مش بس عم نتعلم نغني على المسرح، عم نتعلم كمان نقدر نفسنا ونقيم الاخرين. دائما اسهل بكثير نقيم الاخرين من ما نقيم نفسنا. ها احمد، هو اولا انا دو احس ان عنده مشكله في الكلمات، ده من كذا برايم يعني. هذا عادي طبيعي انه هذا دو الحفظ شويه، بس انا حسيت انه من أغلى يعني كلنا عارفين يعني، كلنا كنا بنقعد نتفرج الموسم اللي فات ما شاء الله نصيف صوت ضخم جدا راكز وطبقات فكل حاجه وحضور وكل حاجه. ف ودقدو من اكتر الناس اللي هنا انه عنده ضخامه صوت يعني، دي حاجه الناس شافها كلها. فانا حسيت ان دقدو اغاني جت كان حتى عشان كده كانت الاغنيه الثانيه اللي هو شايف ان هي لونه اللي هي صبرك عليا اللي هي ببقى مرتاح وانا بعمل كده، كانت اسهل له، كان نفسه يغنيها اكتر من هشام، لان هشام اغنيه محتاجه ده بس يعني، مش هيبقى جو دقدو الكامل اللي هو على الستيج والدف وحركات دقدو اللي بتخلي الناس مبسوطه وهو مبسوط. التانية محتاجه غنى بس، وغنى بضخامه صوت مع حد هو طبيعي يعني. انا برضو لو واقف كلنا نفسنا نبقى مكان نصيف، ان هو واخد اللقب واحنا كلنا بنعمل عشان ناخد ده، فهو لما يبقى واقف جنبه عايز يقول انه
انا هنا انا 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 وانا هنا استاهل ابقى زي ده السنه اللي فاتت. ده اللي خلاه ياثر عليه كتير كتير لان هو حاطط ده في دماغه. انه جيلبرت ما بدي اعطي رقم او شيء بس وات كان اي سي اللي بقدر اقوله. شغلي يمكن صارت معي ويو ادفايست مي اون انه ايام بس تكون محمس زياده عن you cross the wall بتفوت لانه بتعرف حالك انت you practice the song بتعرف حالك maybe you practiced it many times or many times over rehearsal وتمرنت بس بتوصل لهال stage moment where you يعني the expected comes unexpected thank you. المسرح والبرفورمنس بأي شكل كان عنده two enemies, the most dangerous two enemies, يلي ما بيرحموا ويلي بيقضوا على الشخص, الأبستيجينج والأوفر أكتينج. هيدولي شغلتين على المدى القصير وعلى المدى الطويل بيقضوا. وبفتكر من أول ما بلشنا حكينا عن فكرة وقصة الأبستيجينج. بفتكر هيدي شغلة كتير أخذتوها بسرعة بعين الاعتبار وكتير سيطرنا عليها بأغلب الأوقات. إيه وحتى دقدوق كمان أخذها بعين الاعتبار وفي أوقات إيه دقدوق الكلام يلي قالوا لك يا أصدقائك قالوا كرمالك. بس في مشكلة لازم ولازم أنت عم بتقطشني هلا. أنا عم بحكي بس في شغلة واحدة والله العظيم والله العظيم والله العظيم دقدوق. ممكن أنا أكون عملت دقدوق لازم احكي انا شيء يا حبيبي عم بحكي ليه بدك قطعني؟ اني ساكت 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 ضلك ساكت ما بصير لك شيء. انت حكيت وسمعنيك وكل واحد تفضل. اسف شكرا بشكرا محلق. تفضل تسمح لي كمل جمله عم اقولها كرمالك. عندك شغلتين بيشفعوا عليك يلي يمكن لحد هلا حامينك, والدك والدقدوق يلي عمره 5 سنين يلي جواتك. هيدول الشغلتين يلي عم يحموك رح يوصلوا لمرحلة ما بقى يقدروا يحموك. بدك تحمي حالك بإيدك, وتتقدر تحمي حالك بإيدك بدك تحل مشاكلك مع النفس. وأول طريقة تنحل مشاكلنا مع نفسنا هي طريقة الصدق. أنت شخص مش كل الوقت صادق, بس يفيق دقدوق يلي عمره 5 سنين بتصير صادق, بتصير عفوي, بتصير عندك بيرفورمنس كتير مزبوطة على المسرح. أو بس يكون بيك عم بيقلك شو لازم تعمل. خلي لك إيه. بس وصلت لمرحلة بدك تطير بجوانحك. عندك جوانح مش عم تعرف تستعملهم. ومعهم حق أصحابك بهالبرايم. أنت أزيت حالك. تفضل احكي. قلتوا على راسي وعيني بس الملاحظة اللي قلتها سارة كانت كتير غلط وكتير غلط كتير كبير بصراحة. وحياة ماما اللي ما بحلف فيها على مماتي يعني بالذات نصيب زيتون. ما حبيت انه
انه يصير واعطي صوت انا اخوة او اعمل شيء معين لانه ابن بلدي ونفسيته انا بعرفه من وقت المعهد العالي للموسيقى. فممكن انا وقت ما كنت بغني مع فنان غير نصيب زيتون ابرز مواهبي الصوتية واعمل شغلات اوكي، بس مع نصيب زيتون والله ابدا ولا 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 فكرت ولا 1% يعمل اوكي. وفي امر صار معي انا عبد السلام بيعرفه وقالوا نسمة، طبعا نسمة حتخبر حدا فيه عمر كمان مو قصة أثر فيني بس انه مشي، بس الموضوع الاتسار انا كتير أثر فيني انه انا بحطه على راسي وعيني لنصيف. نصيف إن الإنسان من جوا كتير طيب وانا بعرفه بالمعهد كتير كتير كان طيب كتير بشكل طبيعي. فانا ما حبيت انه انا مو قصة انه انا اضعف او اقوى، ما حب القوة والضعف، الضعف والقوة مو بشي الإنسان الستار مو بس بالصوت ولا بش في كتير شغلات لازم يكون عنده إياه. بس نصيف فعلا أنا ما حسيت إنه أنا كنت مبسوط من جوا، كنت مبسوط يمكن ما قدرت أطلع شعور البسط لبرا. والشيء الثاني قال لي يا الأستاذ ناجي ورحل لحالكم إياه هلأ بصراحة، وقت ما قال لي أبوك وأنت عمرك 5 سنين، هلأ أنا بالحياة العادية برا دائما عمري 5 سنين وبحكي هيك، بس هون ما كنت قادر أتخلص من الكاميرات والله العظيم من النوم. هذا موضوع يا جماعة انتم ما بتعرفوا شو انا بقريتي وبالعائلة تبعي لحتى بجوز لو بتعرف تقول ايه الحق معك فكر الموضوع هذا. انا ماني عايش بمدينة، انا عايش بقرية، انا عايش بريف، وهذا الريف في عقول معينة يعني في عنا عادات بحكية. فالامر اللي انا بحكيه انا بحكي من قلبي عن جد. فالامر بس بدي افكر شو بدي احكي هلا، احكي ولا ما احكي؟ انه في كاميرا عم تصورني هلا، بجوز انه على العالم تشوفني هيك وياخذوا فكره عني هيك. هذا الموضوع عمل لي مأزق، يعني مأزق خلاني وصل للجحيم صراحه. بعدين مرحلة الكاميرات انه واجب عاد رجعت لها. والاحباط الاستاذ ناجي الله يخلينا اياه يعطيني اياه، هو طبعا عم يعطيني اياه لمصلحتي يعني عم يعطيني اياه لانه اطلع، بس انا ما بعرف انا وين واصل للحضيض لتحت، ما بقى في قاع يعني خلاص وصلت القاع يعني حكسور حاحفر خلاص. بس انا كثير بشكر الاستاذ ناجي لانه اعطاني شغلات كثير فادتني بالحياه، بس ما حتفيدني هلا هون، حتفيدني برا اكثر. لانه الانسان يا جماعه واللي برا بدي اقول لهم للمشاهدين اللي عم يشوفونا برا، كثير صعب، كثير كثير صعب، اقسم بالله كثير صعب انه انتم تكونوا متراقبين. وحاولوا مره او يوم واحد خلي واحد يراقبكم بكل افعالكم، ما حتقدروا تعملوا شيء. لا ممكن بعض العالم قدرت تتخلص من القصة، أنا ما قدرت أتخلص. هيدا بتعرف شو بسموه؟ ما قدرت أتخلص. هيدا بتعرف شو بسموه اللي عم تعمله هلا؟ هيدا بسموه ديماغوجي. ما بعرف شو بسموها بالعربية. ديماغوجي. ديماغوجي. يعني بس الإنسان يصير يعمل أشياء الناس يحبوه. هيدا كمان أبشع شيء معقول يوصل له الإنسان. مزبوط. صح. أول ما أجي كل واحد صار بيعمل شيء. خلص. خلصت اللي بدك تقوله؟ لا لسه ما خلص. يلا خلص لأن أنا بدي أحكي. أول شيء صار كل واحد يعمل إنه يحب اللي عارف فيه. كنا ما بنعرف شيء شو جايين على ستار أكاديمي. أول أنا أول مرة أسمع برنامج سمعان فيه بس مرة بسنة الأولى بس، وما مو بتابع يعني إنه حياة اليومية. عندكم معهد بالريف؟ كيف؟ عندكم معهد بالريف؟ لا أنا مو متابع يعني ما كنت متابعين. عندكم معهد بالريف؟ لا ما في عنا معهد. كيف رحت على المعهد؟ شو؟ أنت رايح على المعهد؟ معهد العالي بالشام هذا كيس. رحت يعني. أنت مالك عايش بالريف بقى؟ أنا عايش بالريف. كل يوم تنزل على الشام على المعهد؟ يعني عشت بالشام، عشت بالمدينة. بالريف عشت بالزبدان يعني وطلع. هي بعيدة عنا تقريبا شيء 70 يعني كيف؟ لا بس افهم. بس الأمر إنه كتير صعب إنه بوجود الكاميرات. نسيت كنت عم بحكي أنا آسف. أطشني لأنه نسيت الموضوع اللي كنت بكمل. لا اعتذر عنا. بس هيك. شكرا. لا دو الديماغوجي اللي هي بالعربي ديماغوجية ما بتنفع. كلامك عن الكاميرات يمكن أول أسبوع صح. إذا اليوم من بعد 3 أشهر بعد عندك مشكلة مع كاميرات يعني عندك كتير 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 أنا ما فيي ساعدك فيها. بدها ناس متخصصين. شكرا. يعني هيدا بس أنا